السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة تقلب السمور البسكوان نمطرس. نجم اخويا اشترك القناة بالنقر الابوني او سبسكرايب اشتراك وانضم على العائلة الخاصة بمجاري الانترنت والربح المجاني والربح من التداول عبر عملة الالكترونية كذلك الربح السمور النجاح. هذا يوم منا من الحمد بطاقة الخاصة بنا انضم الى اكثر من 31,235 اخ ومشترك. اسمكم انا اخوتي الكرام، قوموا دائما بلايك لك لهذه الحلقة تقوم بالاستفادة من اخ الكريم وتقوم بجناية المال على الطريقة التي تقوم ب توضيح لك في هذه الحلقة. لا تنسى الاشتراك، تفعيل خاصة الجرس واللايك لك لهذا الفيديو. نعم يومين حلقات في مجال الربح الانترنت. تعلموا إدارة بعض الشروحات في جمع رأس المال في التداول في الربح المجاني فقط تطرق لي عبر قناة الخاصة بنا. كذلك استفد من الحلقة الأخيرة إخوتي الكرام، لقد تطرقت كيف يمكنك أن تقوم بربح 34 دولار بدون أن تفعل ولا شيء. تطرق لهذا الدرس ويفيدك يا أخي الكريم. هذه الصفحة الخاصة بنا استراتيجية الربح الانترنت البيتكوين دولار، قم بعمل لايك للصفحة ثم فوغ أون بخومير سر كل مورد في مجال الربح الانترنت. كذلك اخواتي الكرام توجد لنا قناه عبر التليجرام، انضموا اليها اضع لكم الكيس الاشياء فيها التي سوف تفيدكم في مجال الربح الانترنت. سوف تجدون رابط قناه التليجرام في اسفل هذا الفيديو. اعلموا اليوم ان شاء الله سنتعرف على موقع ربح جديد يوفر لك انك تقوم بربح 8% على حسب الباقه التي ستقوم بالاستفاده منها، اما باقه النورمال اما باقه الهي اما باقه اليوترا. يا اخواتي الكرام يقول لك هنا في الباقه الاولى ربح هو مقدر ب 8%، لكن مدة الباقة هو يوم واحد يا أخي الكريم كما يتضح لكم هنا في الصورة. مدة الباقة هو يوم واحد فقط. هنا أنت تختار الباقة المناسب لك، مثلا تريد أن تقوم بالدخول ما بين من 1 دولار إلى 20,000 دولار، ستقوم بالعمل في الباقة الأولى. إذا أردت تقوم بالدخول ما بين 100 دولار إلى 20,000 دولار كذلك أخي الكريم هنا ستختار الباقة الثانية. هنا في الباقة اليترا ستقوم بالدخول من 500 دولار إلى 200 دولار على حسب العملة أو البنك الذي تريد أن تقوم بالدخول به، إما بيتكوين إما إيثيريوم إما لايتكوين إما دوتكوين. نختار مثلا نحن الباقة الأولى إخوتي الكرام. أولا سنتطرق كيف يمكنك أن تقوم بالعمل حساب في هذا الموقع، سهل جدا، عليك ألا نقرأ على الرابط الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو. سنبشخ لك هذه الواجهة. هنا تقوم بوضع هنا اللوجين الخاص بك، هنا الإيميل، هنا إعادة الإيميل، هنا ثم هنا الباسورد، ثم تعيد الباسورد هنا، ثم تختار هنا ايجري، ثم نرجستر وتقوم بالتسجيل بسهوله جدا في هذا الموقع وستقوم بالدخول مباشره الى الحساب الخاص بك. انا ساقوم بالدخول عبر الحساب الخاص بي عبر اللوجين، فقط اللوجين الذي قمت بوضعه وكذلك الباسورد. وكما يتضح لكم هنا اخوتي الكرام هذه هي واجهه الموقع. الحمد لله هذا الموقع يوفر لك انك تقوم بالحصول على ارباح كل ساعه، كذلك هذه فيه ميزة جيدة جدا يا اخوتي الكرام سأريكم اياها هنا. نعم يقول لك يمكنك ان تقوم بالحصول على 4.50% كالارباح من الاستثمار الذي قمت بالدخول به كل ساعة يا اخي الكريم، يمكنك ان تقوم بسحبها كأنا. نعم انا لقد قمت بالعمل في هذا الموقع الحمد لله البارح، لقد قمت باكتشافه، حتى الان لقد قمت بالاستثمار فيه وادي ارباحي من الموقع ساقوم بسحبه مباشره. ساتوصل بها في المحفظه الخاصه بي عبر بنك الباير. اشتغلوا بهذه الطريقه فقط للاستغلال، ودائما اخوتي الكرام المنبر الذي تحمل خسارته هو اللي عليك الدخول به في مثل هذه المواقع. علموا اولا سنقوم بسحب هذا المبلغ ومن ثم سنترك يمكنك ان تقوم بالعمل في هذا الموقع الرائع. الى هنا الى الكونكلوزيون بهذه الطريقه، ثم نختار هنا الباير. انا لدي هنا رصيدي في الباير، لان عند قيامك بالدخول اولا الى الموقع اذهب الى السيتنج وقم بتفعيل البنوك التي تريد ان تقوم بسحب عليها الاموال الخاص بك، اما بنك الباير اما بيرفكت موني اما الايثيريوم اما البيتكوين اما الدوتكوين اما اللايتكوين. نختار هنا هذا المونطون بهذه الطريقه، سأقوم بكتابة هنا 13.50، سأقوم بعمل هنا وشدراو فاند بهذه الطريقة، وهي ذهبت الأموال مباشرة إلى المحفظة الخاصة بي الحمد لله. سأريكم إياها، لاحظوا معي جدا، سأريكم إياها في بنك الباير. وكما يتضح لكم هنا في الصورة أنا قد توصلت بالمبلغ بسرعة فائقة الحمد لله. لاحظوا معي جدا هنا من موقع البيطون إخوتي الكرام. الآن سننتقل إلى كيف يمكنك يا أخ الكريم أن تعمل على هذا الموقع. فقط تنتقل الى انفست بهذه الطريقة. هنا تقوم بتحديد يا اخي الكريم الباقة التي تريد ان تقوم بالاستثمار عليها، اما مثلا الباقة الاولى اما الباقة الثانية اما الثالثة. مثلا سنقوم بالعمل على الباقة الاولى، ثم نختار هنا اما الباير اما البيرفكت موني اما البيتكوين اما الايثيريوم اما اللايتكوين اما الدوتكوين.
نقوم باختيار مثلا هنا الباير، مثلا نريد ان نقوم بالدخول مثلا ب 100 دولار، لا توجد لدي كالكوليشن اخوة الكرام. نقوم بان نقر على كونتيني، سيقوم بادخال مباشر الى هذه الواجهه. نقوم بان نقر على اي كونفيرم ذا بايمنت، هو سيقوم بادخال مباشر الى بنك الباير. نختار نحن هنا الباير ثم كونفيرم كونفيرم كونفيرم، وحنا قمنا بشحن الحساب الخاص بنا اخوة الكرام. الحمد لله. كذلك نفس الشيء مع البيتكوين، تختار مثلا تريد ان تقوم بالدخول عبر البيتكوين. الحد الادنى للاستثمار عبر البيتكوين في الباقه الاولى هو 0.0001. نحن مثلا نريد ان نقوم بالدخول مثلا 0.3 او شيء من هذا القبيل او 4 او 5. نقوم بان نقر هنا على كونتينيو سوف اسفل، ثم اي كونفيرمد بايمنت، ثم ستنبثق اليكم هذه الواجهه اخوتي الكرام. ستقوم بالدعوة الى المحفظه الخاصه وترسل لهم هذا المال عبر هذه الادريس، وان تقوم بشحن هذا الحساب وستعود عليك بارباح يوميا. كذلك نفس الشيء اخي الكريم مع الاثريوم مع البيتكوين كاش، يمكنك ان تقوم بالدخول باي عمله الكترونيه تريدها انت على هذه الشكيله. مثلا هنا نختار هنا الاثريوم، نريد ان نقوم بالدخول به مثلا ب 3 اثريوم او 5 اثريوم او 1 لايت كوين او 3 لايت كوين. نقوم بنقل على كونتيني، ثم نقوم بالدعوه المحفظه الخاصه عبر الاثريوم، نرسل لهم اخوتي الكرام هذا المال عبر هذه الادريس، وحنا قمنا ب شحن الحساب الخاص بنا وستعود علينا بكل ساعه بارباح. لكن يبقى الامر المهم هو انك تحصل على ارباح كل ساعه، قم بسحبها مباشره الى المحفظه الخاصه بك. هذا كتوجيه يا اخوتي الكرام، وهكذا يكون الربح من الانترنت. دائما نحن نشتغل على طريقه الاستغلال المواقع والربح منها، لان نحن نعرف انه لا يوجد موقع سيدوم معك مدى الحياه او شيء من هذا القبيل. على العموم صراحه كنكون هنا في هذه الحلقه، كان معكم تخنس مرة البيتكوين في مجال الربح من الانترنت. انضموا الى قناه اليوم من نقر الابوني وسبسكرايب واشتراك، وانتظروا حلقات كثيره كثيره حول جمع راس المال. نعم ساشارككم معكم الكتكس المواقع في جمع راس المال، وكذلك التداول عبر عملات الكترونيه كالصروحات التي قدمناها لكم يا إخوة الكرام. الحمد لله، تحياتي لجميع إخوة الدم أجدين، قم بمساندتنا والآراكم من المبار. دمتم في رعاية الله، ولا شرح قادم إن شاء الله.